السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم حبايبي طلاب جرّتور وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده هناخد الليسون نمبر 2 اكسرسايز نمبر 7 بيتكلم عن الاديشن ويذر رجوبينج. درس سهل جدا ومباشر ما فيش فيه أي درجة خالص من الصعوبة ولا في أي حتى فكرة. وإحنا هندخل على طول على الحل الاكسرسايز لأن ما فيش فيه حاجة يعني. فكرة المسألة هنا إن هو بيجيب لك هنا الاديشن <applause> مسألة اديشن ويجي يقول لك اعملها لي بقى ايه راوندنج ازاي يعني؟ يعني هنا بيقول لك استيميت استيميت يوزنج راوندنج تو ذا نيورست 10 يعني بقولك هنا بيقول لك اعمل لي راوند هنا تو ذا نيورست الايه؟ ال 10 فايند ذا اكزاكت انسر اكزاكت انسر طيب تعالى كده الاول نعمل راوند تو ذا نيورست 10 ال 10 يعني بنحط هنا زيرو وبنبص هنا على الفيرست ديجيت اللي هو اللي هيكون مين؟ ال 1 الفيرست ديجيت اسف اللي هو هيكون مين؟ ال 9 ال9 طبعا هتكون لوك ات ذا الادجيسنت ديجيتس اللي هي ال1 فهل يا ترى ال9 دي هتعمل راوند اب ال1 ايوه هتكون هنا 2 هتدي لها 1 يعني هنا برضه نفس الكلام هنحط هنا 0 وبعد كده ال2 ديت هتبص لل3 هتدي لل3 لا هتكون 3 زي ما هي 20 بلس 30 بيكون ايكوالز ال 50 هي دي الفكره بتاعت الايه الراوند طيب تعالى كده برضه نشوف اللي جنبها دي برضه بول راوند تو ذا نيرست 10 نحط هنا 0 ونبص على الفيرست ديجيتس اللي هو ال1 ال1 لوك ات ذا ادجيسنت ديجيتس اللي هو مين اللي هو ال5 ال1 هل يا ترى يدي ال5 لا هتبقى ال5 دي زي ما هي وال3 دي هن هنا برده نحط زيرو وال6 هل يا ترى ال6 تعمل راوند اب اه تدي لل 1 هتكون 9 وبعد كده 2 بعد كده بقول 0 plus 0 ايكوال 0 5 plus 9 ايكوال 14 4 كاري اب 1 1 بلس 3 4 4 plus 2 ايكوال 6 طيب هنا ده برضه نفس الكلام نعمل راوند تو ذا نيرست 10 نحط هنا زيرو ال 8 هنا تعمل راوند اب لل 7 ايوه 1 plus 7 هتكون ايكوالز ال 8 وبعد كده ال 5 وبعد كده ال 1 هنا برضه نحط 0 ونبص على الفرست ديجيت ال 1 تعمل راوند اب لل 2 لا هنكتب ال 2 زي ما هي وال 1 وال 4 0 plus 0 0 8 plus 2 10 0 كده اب 1 1 plus 5 6 6 plus 1 7 1 بلس 4 هيكون ايكوالز الايه؟ ال 5. فبيجي يقولك يقول لك بقى طلع لي بقى الايه؟ الاكزاكت انسر. يعني طلع الانسر بقى. 9 بلس 2 ايكوالز 11، 1 كاري اب 1. 1 بلس 1 2 2 بلس 3 ايكوالز الايه؟ ال 5. هنا برضه نفس الكلام 1 بلس 6 ايكوال 7. 5 بلس 8 13 3 كاري اب 1. 1 بلس 3 4 4 بلس 2 ايكوالز الايه؟ 6. 8 بلس 1 ايكوالز 9. 7 بلس 2 ايكوالز 9. 5 بلس 1 ايكوال 6. 1 بلس 4 ايكوالز 5 هنا برضو نفس الكلام هنا بيقول لك اعمل الراوند هنا تو ذا نيرست ال 100 ال 100 هنا يعني معنى كده هنحط هنا تو زيروز ونبص على السكند ديجيت هل يا ترى 2 تعمل راوند اب لل 7 لا هنكتب 7 زي ما هي هنا برضو تو زيروز على فكره فين الزيرو بس معمول له هيدن ال 8 هنبص على السكند ديجيت اللي هو ال 8 ال 8 تعمل راوند اب للزيرو ايوه تدي لها 1 700 بلس ال100 هيكون ايكوالز الايه ال800 طيب تمام جدا هنا برده نفس الكلام هنحط هنا برده 2 زيروز تمام ونبص على السكند ديجيت هل هي 3 تدي لل1 لا هنكتب ال1 دي زي ما هي ال8 برده نحط هنا 2 زيروز ونبص على ال8 هل هي تقدر ايه تدي لل5 دي 1 ايوه تدي لها 1 هيكون ايه 6 100 بلس 600 هيكون ايكوالز الايه 700 وهنا برضو نفس الكلام هنحط هنا تو زيروز ونبص على السكند ديجيت اللي هو 6 ال 6 تدي لل 7 1 ايوه هتكون هنا 8 وال 4 وهنا بيكون ال 3 هنا برضو نحط هنا تو زيروز ونبص على السكند ديجيت اللي هو ال 8 ال 8 هنا تعمل راوند اب لل 3 1 هتكون 1 بلس 3 4 وهنا ال 1 وهنا ال هيكون ال 2 طب تعالى بقى نطلع الايه؟ نطلع الاكزاكت انسر اللي هو يكون 6 plus 9 15 5 كاري اب 1 1 بلس 2 3 3 plus 8 11 1 كاري اب 1 1 بلس 7 هيكون هنا ايكوالز ل 8 4 plus 8 12 2 كاري اب 1 1 بلس 3 4 4 plus 8 12 2 كاري اب 1 1 بلس 1 2 2 plus 5 هيكون ايكوالز ال 8 7 هنا برضه نفس الكلام 2 بلس 4 ايكوال 6 6 plus 8 14 4 كاري اب 1 1 بلس 7 8 8 plus 3 11 1 كاري اب 1 1 plus 4 5 plus 1 هيطلع لك هنا 6 3 plus 2 بيكون ايكوالز الـ A 5 طبعا هنا نسينا نطلع الاكتوال Actual Answer هنا 0 plus 0 0 0 plus 0 0 8 plus 4 12 توكل F1 1, 1 plus 4 5 5 plus 1 6 و 3 plus 2 هيكون ايكوالز الـ A ال5. طب هنا بقول لك برضه نفس الكلام بقول لي Estimate using rounding to the nearest the thousand find the exact answer. 1000 يعني معنى كده نحط هنا 3 زيروز. وبعد كده هنحط هنا هنبص على الثيرد ديجيت دي اللي هو 3 هل يا ترى 3 يدري 3 ده؟ لا هيكتب 3 زي ما هي هنا برضه نحط 3 زيروز على فكره هنا في زيرو اه ال 8 هنا هيدي ل 0 ل 1 ايوه هيبقى 3, plus 1 3000 بلس 1000 بيكون ايكوالز ل 4000 برضه تعالى نعمل ديت هنحط هنا 3 زيروز ونبص على الثيرد ديجيت دي اللي هو 7 ال 7 يروح لل 6 هيدي له ايوه يدي له 1 هيكون 7 1 بلس 6 7 و نت 2 هنا برضه نحط 3 زيروز اشمعنا معنى مستر حطنا 3 زيروز عشان هنا قال لي هنا 2 اي ساوندن نبص هنا 3 هل يا ترى 3 تدي ال 5؟ لا هنكتب 5 زي ما هي ونحط هنا نكتب ال 4 3 زيروز دلوقتي بنعملهم هنا دروبنج 7 بلس ال 5 12 2 1 1 2 3 3 بلس 4 ايكولز ال 7 طب بعد كده 2 بلس ال 10 0 1 1 3 4 4 بلس 6 هتكون ايكونز 10. اه معلش احنا كان المفروض نعمل هنا الراوند الاول هنحط هنا برده 3 زيروز ونبص على الثالث اللي هو 6 هل يا ترى ال 6 يدي ال 5 1 ايوه هيكون هنا 6 وال 8 زي ما هي وهنا برده نحط هنا 3 زيروز تمام وبعد كده هنبص على ال 1 ال 1 مش هيد ال 1 اللي جنبي هيبقى 1000 هنحط هنا 3 زيروز 6 بلس ال 1 7 وال 8 دي نعملها ايه دروبنج. حد كده تمام تمام جدا. تمام مش احنا كده عملنا الايه؟ الراوند. احنا كده عملنا هنا الايه؟ الراوند. طيب لما يجي يقول لي بقى تعالى نطلع الايه؟ الاكتوال انسر او الاكزاكت ان انسر. هنعمل ايه هنا؟ 5 بلس 9 هتكون ايكوالز 14. 4 وكري اب 1. 1 بلس 5 6 6 بلس 0 هيكون 6 3 بلس 8 11 1 وكري اب 1. 1 بلس 3 بيكون ايكوالز الايه؟ ال 4. تمام كده تمام هنا برضو نفس الكلام 1 plus 8 9 2 plus 9 11 1 carry up 1 1 plus 7 8 8 plus 3 بيكون equals 11 1 carry up 1 1 plus 6 7 7 plus 5 هيكون equals 12 2 carry up 1 1 plus 2 3 3 plus 4 هيكون equals 7 نفس الكلام هنا برضو نفس الكلام هنا برضو 2 بلس 8 10 0 F1 1 بلس 3 4 4 بلس 6 هتكون ايكوال 10 0 F1 بعد كده 1 بلس 6 7 7 بلس 1 هيكون ايكوال 8 وهنا طب عندي لا 5 بلس 1 6 وال 8 هنا عملت ايه دروب هنا بيقول لك راوند تو استيميت ذا سم سولف ذا بروبلم تو فايند ذا اكزاكت انسر المساله ديت شبه المسائل اللي فاتت دي كلها ما فيش في اي فكره جديده فبيقول لك هنا اعمل لي استيميت الفكره هنا ان هو سابها لك كده مفتوحه انت بتعمل استيميت زي ما انت عايز عايز تعمل 100 براحتك فعشان هنا عندي 3 ديجيتس هنحط هنا ايه هنعمل راوند تو ذا نيرست 100 استيميت تو ذا نيرست هنحط هنا 2 زيروز ونبص على السكند ديجيت اللي هو 9 ال 9 يدي ال 5 1 ايوه هيكون هنا 6 نحط هنا برضه 2 زيروز ونبص على السكند ديجيت اللي هو 9 ال 9 يعمل راوند اب ال 1 ايوه هيدي له 1 هيكون هنا 2 هيكون عندي هنا 600 بلس 200 هيكون ايكوالز 800 هيكون ايكوالز 800 طب ديت هنعمل بقى um, الاكزاكت انسر ال, ال 3 بلس 4 7 9 بلس 9 هيكون ايكوالز 18 8 كرقب 1 1 بلس 5 6 6 بلس 1 هيطلع لك في الاخر بكام 7 هنا بقى هنعمل راوند مثلا تو ذا نيرس برضه ال 100 نحط هنا تو زيروز ونبص على السكند ديجيت اللي هو 7 هل يا ترى ال7 يدي 5 1 ايوه فيطلع لك هنا 6 هنحط هنا برده تو زيروز ونبص على السكند ديجيت اللي هو 6 هنا في زيرو على فكره ال6 يعمل راوند اب ل 1 ايوه 600 بلس 100 هيطلع لك في الاخر بكام 700 طب عايزين نطلع الاكتوال انسر 9 بلس 2 11 1 1 1 7 8 8 بلس 6 14 4 1 1 بلس 5 هيكون ايكوالز ال 8 6 نفس الكلام برضه هنعمل راوند هنا تو ذا نيرست ساوند عشان هنقول 3 نحط هنا 3 زيروز ونبص هنا على 9 هل يا ترى ال 9 يدي لل 3 1 ايوه يبقى 4 وانا برضه نحط هنا 3 زيروز هي الزيرو ده مش هيدي لل 8 هيتكتب زي ما هو يبقى نحط هنا 3 زيروز 4 بلس ال 8 هيكون ال 8 12 عايزين نطلع الاكتوال actual answer 5 بلس 2 ايكوال 7 7 plus 6 13 3 كاب 1 1 بلس 9 10 10 plus 0 10 0 اب 1 1 3 4 4 8 هيكون ايكوانز الايه 2 اب اهم حاجه وانت بتحل لازم تكون على مهلك وما تحلش سريع وخطك يكون كويس ومنتظم كده وتحل بالاول مسا عشان ممكن احتمال كبير جدا انك تغلط فاهم حاجه النظام لان انت لو لخبطت او خطك وحش مش هتعرف تحل والكلام ده هيكون مهم جدا اكتر في الدرس اللي, اللي جاي عشان احنا الدرس اللي, اللي جاي هنتكلم عن السبتاكشن فهنا ممكن نعمل هنا راوند تو ذا نيرست 1000 نبص على الزيرو الزيرو مش هيعمل راوند اب لل 8 هنا برضو نعمل هنا 3 زيروز ال1 يدي لل 6 لا هيبقى 6 زي ما هو هيبقى 8000 بلس 6000 هيكون ايكوالز ل 14000 طب نطلع الـ actual انسر 9 بلس 9 ايكوالز 18 8 كاري اب 1 1 بلس ال 4 5 بلس ال 9 هتكون ايكوالز ل 14 4 كاري اب 1 1 بلس 0 1 بلس 1 ايكوالز 2 8 plus 6 هتطلع لك في الاخر بكام؟ ب 14. طب هنا برضو هنعمل راوند تو ذا نيرست 1000. نحط هنا 3 زيروز ونبص هنا على الزيرو على الثيرد ديجيت. هل يضطر الزيرو يدي ال 4؟ لا، بنكتب هنا ال 4 ونكتب هنا 3. طب انا يا مستر عايز اعمل راوند تو ذا نيرست 10 براحتك، ال 100 براحتك. طب 10000 برضه براحتك. بس يا مستر هيطلع لي انسر مختلف عن زميلي. ما هو انت بتعمل استيميت، يعني ايه استيميت؟ يعني تقدير. انت بتحاول بقدر الامكان انك تطلع نمبر قريب قريب من الاكتشوال انسر زي ما احنا عاملين كده 14000 هي قريبه من ال 14248 14248 يعني الاستيميت انت ما بتطلعش أه نمبر واحد او ثابت لا ده ارقام مختلفه كتير طيب طيب هنا برضه هنحط هنا زيروز ونحط هنا ونبص على الثيرد ديجيتال 3 هل ترى 3 بيروح بيعمل راوند اب ال 9 لا فتتكتب زي ما هي ال 3 0 دول بنعمل لهم راوند اب بنعمل لهم دروبنج 4 9 13 3 كاري اب 1 1 بلس 3 بيكون ايكوالز ال 4 طب نطلع الـ actual answer بقى 3 0 3 1 4 5 0 3 3 4 9 13 3 كاري اب 1 1 بلس 3 ايكوالز ال 4 بعد كده نحط هنا 3 زيروز هنبص على الثيرد ديجيتال دي اللي 5 ال 5 يدي ال 3 1 ايوه هيكون هنا 4. هنا برضه نحط 3 زيروز ونبص على 3 درجات 4 ال 4 يدي 2 لا هيكون هنا 6 ايه صعبة 0 plus 1 1 2 plus 0 2 5 plus 4 9 و 3 plus 2 بيكون equal the ال 5 نمبر 5 هنا بيقولك find the exact, exact, exact sum استميد يوزنج روندنج از ذا اكزامبل نفس الكلام برضو بس الفرق هنا جاب لك مساله بالفيرتيكال المره دي هيجيبها لك بالايه؟ بالهورزنتال هنوقف المساله كده اهوت الاول بلس 69 ونعمل هنا بقول له ايه؟ 7 بلس 9 هيكون 16 6 كده 1 1 بلس 1 2 2 بلس 6 هيكون ايكوالز الايت هيكون هنا 86 طب انا عايز اعملها راوند اعمل راوند to the nearest 10 عشان عندي هنا 2 digits احط زيرو هنبص على الفيرست اللي هو 7 ال7 يدي ال11 اه انا برضه هحط زيرو ال9 يدي ال61 ايوه هيكون 70 10 plus 70 بيكون ايكوالز ال80 هنا برضه نفس الكلام نخلي المساله كده بالفيرتيكال 5 8 4 plus 2 4 2 8 انا انا بعمل كل ده عشان اطلع الأكتوال انسر 4 بلس 8 12 2 1 1 بلس 8 9 9 بلس 2 11 1 كالاب 1 1 بلس 5 6 6 بلس 4 هيكون ايكوالز 10 0 كالاب 1 1 بلس 4 5 5 بلس 2 هيكون ايكوالز ال 7 7000 and 12 طب انا عايز اطلع بقى اعمل له استيميت او راوندنج هنعمل مثلا راوند تو ذا نيرست 1000 ال 5 ديت هل يا تعمل راوند اب لل 4 ايوه هتبقى 1 هتبقى 5 وهنا برضو نحط ناس 3 زيروز الفور دي هل يا ترى الفور تدري 2 لا 5000 بلس 2000 هيكون ايكوالز الايه 7000 ودي برضو نفس الكلام مفيش في اي مشكله ودي برضو نفس الفكره المسائل ديت جيت لجيتس في الامتحانات السنه اللي فاتت وبيجي بيجي يقول لك طلع لي هنا الأكشن انسر يعني مفيش في اي مشكله اهم حاجه النظام يعني اهم حاجه وانت بتحل انك تعملها كده بالفيرتيكال وبعد كده تبدا تحل واهم حاجه ان خطك يكون كويس ما يكونش وحش 4 بلس 9 13 3 يكر اف 1 بلس 2 3 بلس 4 7 0 بلس 5 5 1 بلس 2 يكوال 3 9 بلس 3 يكوال 12 طبعا يفضل بعد ما تخلص تراجع برضه على المساله الكلام ده في الامتحانات طبعا وهنا برضه وانت برضه بتعملها في الهوم ورك 530 539 بلس 62 المساله دي سهله جدا 9 plus 2 11 1 carry 1 1 plus 3 4 4 plus 6 10 0 carry 1 1 plus 5 هتكون ايكوال زد 6 هيبقى 600 ايه ال 1 طب تاخد كده الليدر اف هيكون 16,473 وهنا برضو 39,124 هنعمل بلس كده 3 بلس 4 7 7 plus 2 9 4 1 5 6 بلس 9 15 5 1 1 بلس 1 2 2 بلس 3 هيكون ايكوالز e, 5 فالمسائل سهله ندخل بقى على الاسترو بروبلم خلي بالك ان الاسترو بروبلم لازم أو انت تعرف تقرا وتترجم يعني انت لو متعود ان حد يترجم لك كده انت كده بت... يعني ده غلط ليه؟ لان ما فيش حد في الامتحان هيترجم لك فلازم انت تخلي بالك وتعرف تقرا وتعرف تترجم علشان تفهم علشان تعرف تحلل لان مسائل ستوب بروبلم بالذات من المسائل اللي فيها يعني متعلقه بيك اكتر بقول لك هنا احمد اند عمر participated معنى كلمة participated يعني اشتركوا in a project في مشروع أحمد بيد 342,650 pound آند عمر بيد 245,950 pound find the total cost of the project. واحد يقول لي مستر انا كنت حفظت بعض الكي ووردز كده في جريد 3 ان انا لو شفت كلمه توتال اعرف انها بتكون بلس معاك ماشي ما فيش مشكله بس ما تعتمدش برضو اعتماد كلي اعتماد كلي على الكي ووردز فهنجيب هنا اقول هنا ذا توتال كوست اوف ذا بروجكت لما اجي اكتب الاجابه ذا توتال كوست اوف ذا بروجكت 245950 هنعمل له هنا بلاس 342 650. هنعمل هنا 0 بلاس 0 0 5 بلاس 5 10 0 أب 1 1 بلاس 9 10 بلاس 6 16 كري أب 1 1 بلاس 5 6 بلاس 2 هيكون إيكوالز 8 4 بلاس 4 8 و 2 بلاس 3 بيكون إيكوالز الـ 5 وطبعا وطبعا تكتب جنبها كلمة الـ الـ bounce مازن بوت اللابتوب فور 8250 باوند and موبايل واشترى كمان موبايل 5750 باوند How much money did مازن pay يبقى كده مازن دفع قد ايه؟ يبقى نقول له 8250 Plus 5750 ونعمل لهم بلس فهنقول هنا 0 بلس 0 0 5 بلس 5 10 0 كده 1 1 plus 2 3 3 17 0 كده 1 1 8 9 9 plus 5 هتكون ايكوالز الايه 14 واقول له هنا ايه ال اي اظن كده مسائل سهله مباشره ما فيش فيها اي حاجه ايه صعبه تمام كده تمام هبة بوت ا موبايل فور 21675 اند لابتوب فور 18325 باوند How much money did Heba pay? يبقى كده دفعت قد ايه؟ يبقى هنجيب التو نمبر دولت برضو هي دفعت قد ايه؟ اللي هي اشتريته هنعمل يعني بلس برضو بلس 18,325 5 plus 5 10 0 1 1 plus 7 8 8 plus 2 10 0 1 1 plus 6 7 7 plus 3 10 1 1 plus 1 2 plus 8 10 1 1 plus 2 3 3 plus 1 هيطلع لك بكام؟ 4 طيب هنا برضه بيودك الليتر دي اف 273 شابس passed through the south canyon. شابس اللي هما السفن. in January and 375 شيبس crossed in February. فايند ذا total. توتال total برضه يبقى انت هتقول هنا 273 plus 375 وتطلع الايه الأنسر. A bridge of ants يعني كوبري من النمل. consists of 142 ants and another prairie consists of 165 ants وفي كمان كوبري في العدد ده من الايه الانتس how many ants are there in the two prairie together يبقى عايز عدد النمل في الايه في التو بريدج هنقول هنا 142 بلس 165 ونطلع الايه الانسر The country has provided a vaccination against the coronavirus. في حملة تطعيم ضد كورونا فيروس أو مرض الكورونا in the first stage stag, يعني في المرحلة الأولى 1,653 1,653,465 people were vaccinated and 3,312,447 in the second stage What is the ذا توتال number؟ التوتال نمبر ان انت هتجيب التو نمبر دولت ونعمل لهم ايه ونعمل لهم بلس وبس كده طيب هنا بيقول لك ساندرا بيقول لك راوند تو استيميت ذا سم ساندرا كولكتد 139 كانز تو ريسايكل ساندرا كانت بتجمع الكنز ديت علشان إعادة التدوير ليها. هاني كولكتد 242 cans. How many cans were collected؟ ولك round to the nearest 10. هنمسك ال 2 نمبر دولت ونبدأ استميت. ازاي؟ 242+ plus 139. ونعملها round to the nearest 10. ازاي هنعمل هنا بص، هنحط هنا 0 وبعد كده نبص على first digit اللي هو ال 2، ال 2 طبعا مش هتعمل round up لل 4 فهتكتب 4 زي ما هي وال 2 بلس، هنا برضه نحط هنا 0. ونبص على الفيرست دي إز is digital 9 and 9 يم اراوند up to 31 وهنا برضه هيكون 1 فالأنسر هنا هيكون 380 فالأنسر هنا هيكون ايه؟ 380 تمام كده. Exact answer احنا نطلع الايه الاكتوال actual answer 2 plus 9 11 1 1 plus 4 5 5 plus 3 8 و 2 plus 1 هيكون equal 3 هنا برضه نفس الكلام in a week 6,923 tourists visited Karang temple and in the next week 7679 tourists visited it how many tourists visited the temple in the two weeks برضو بقول لك اعمل راوند تو النيست 10 ال10 هنا نحط هنا زيرو ونبص على فيرست ديجيتال 3 ال3 طبعا مش هيعمل راوند اب لل2 فهنكتب هنا 296 بلس هنا برضه نحط هنا 10 عشان لي round to the, the nearest 10. ونبص على ال first digit 1 19، ال 9 هيعمل round up لل 7 فهيكون هنا 8 وال 6 وال 8 وال 7. بعد كده نقول 0 plus 0 equals 0. 8 plus 2 10 0 كال 1. 1 plus 6 7. 7 plus 9 هيكون equals 16. 6 كال 1. 1 plus 7 8. 8 plus 6 هيكون equals 14. ال exact answer بها هيكون ايه؟ هنجيب النمبر ده نعمله بلس 3 plus 9 12 2 كار اب 1 1 plus 2 3 3 بلس 7 10 0 كار اب 1 1 بلس 9 10 10 بلس 6 16 6 كار اب 1 1 plus 6 7 7 بلس 7 هيكون ايكوال زي الايه؟ ال 14 وبس كده